السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. برضو احنا لسه هنا موجودين في رمضان اهوت، شهر الفضيل اللي ربنا يعافينا يا رب ويتقبل مننا. النهارده عندنا شاورما، طبق شاورما بقى من اللي هو شاورما نظيفة بقى، مش زي اللي بتتباع في الشوارع وفي المحلات، شاورما يعني أصلي. وهنا الطبق التاني دي مهلبية بالكاستر بالجيلي، الحاجة بتقول لي بالجيلي، مهلبية بالجيلي، مهلبية بالجيلي، شوف المنظر عامل ازاي؟ مهلبية بالجيلي، تمام؟ والحاجة الساقعة والمية، هات المية دي يا حاج جنبها شوية مية والنبي الله يرضى عليك. اللهم صل على الله، أخد بس قطمة كده أجرح صيامي وبعدين أشرب مية. بسم الله. ربنا يعافينا. حلو الشاورما دي. هادي كده لسه جرب بتاع دي، اصلها شكلها كده ايه، اللون فيها مبدع. بسم الله. الله. حلوة نفس أمار، بس هتبدأ من الصفر الأول. هذا كل واحد بياخد نصيبه في الأكل. معمولة ازاي الشاورما دي؟ الشاورما دي لوح الفراخ كده، وبعدين تحط على الفلفل والبصلة والبهارات كده يعني، وبس. ده دي العجبان. ما نمتش خالص عشان كده مش ممتاز. حاجة مش قادر أكل، مش عارف ليه، عشان بس لو مش عايز اطول عليكم يا جماعه، شكل كده انا تعبان شويه، ادعوا لي ربنا يشفيني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.